نورمار يريد زوجته أن تكون عراقية. وبسانة تمرر الرسائل لأنس الشايب، شاهد المزيد من التفاصيل. بداية مع بيسان إسماعيل التي نشرت مجموعة من الأستوريات على صفحتها بالإنستغرام. كانت هذه الأستوريات على أغاني رومانسية، الأغلب توقع أنها توجه رسائل لأنس الشايب من خلالها. من جهة أخرى، أعلنت اليوتيوبر قمر الطائي عن وصولها إلى تركيا، حيث نشرت ستوري واتقت لحظة وصولها إلى هناك. أما نورمار الذي فتح بث مع والدته على الإنستغرام، وقام أحد المتابعين بطرح سؤال على والدة نورمار، هل تقبل أن تكون زوجة نورمار عراقية؟ وكان هذا هو ردها. أترككم مع اللقطة. دي إيش رأيك إنه لحظة شوي. question from stories. حجي إيش رأيك إنه نور اتجوز واحدة عراقية أو من غير بلده بشكل عام؟ لا ما خرج. إيش ولا ما خرج؟ ما بدي أخذ لك إلا من بلدنا، من حلب. على بيع حلب. لا حسب القصة هي بالأصل. إيه بالأصل طبعا. لا يا جماعة. إيش الله كاتب ما حدا بيعرف وين قصة تفنى بتعرف. بس إذا أنا بتمنى يكون يعني مثل حكيت لمن حلب. طيب يعني هلا إذا أنا حبيت مثلا واحدة لبنانية عراقية جزائرية تونسية أي أي مصرية. قلت لك إياها يا حجة وقلت لك أنا يا حبيب وحكينا مع الأهل، إيش رأيك؟ إيه معلش وقف. إيه خلاص معناتها. ورايدة بس يكون بنت خلق وعالم. الحمد لله كل متابعين الولاد خلق وعالم. وكونا متحجبة أو خلاص. متحجبة. منحجبة ما في مشكلة. بس منين نتفاهم هالأمور. منين ما كان. منين ما كان. يعني عجبتك وحدة يعني حتى تتفاهم هالأمور. لك لا إنه يعني إذا وحدة مثلا سؤال تاني ندخل مع الحجة سؤال تاني. إذا أنا جبت لك يا حجة وحدة ما حيطة حجاب. قلت لك هالبنت انا بحبها وان شاء الله مع الايام تتحجب لانه هي حريتها الشخصيه، ايش بتقولي؟ لا ما تتحجب قبل ما تاخذها. اي معلش يعني تتحجبت عادي حتى لو كان خلص يعني مو تجي لعنا محجبه. انا سلم على الحجه، سلم على الحجه تبعيتك اول. حجي انس عم سلم عليك. انس الشايب. ايه الله يسلمك يا الله يسلمك يا ابني. انا بحب اتفرج على الفيديوهات تبعته والله. تعرفي انس؟